وجلتي في شو؟ قبلوني في الخدمة. شوف بابا، ما نطلعو ما نحبطو، أنا أقعد مع يما. بابا أنا تانك 17 يوم وأنا معلق، ما صرفتهم ما رجعتهم. شوفي لا ما تمدي العنوان لحتى واحد، روحوا نسكنوا خارج الولاية. وشنو؟ نروح نسكنوا بعيد وين حتى واحد ما يعرفنا بابا؟ والحومة، حومتي وين كبرت؟ وين تربيت؟ وين لعبت بابا؟ وخوتي سونيا ونبيل لازم تشوفوا بابا. خلاص أولا الوثائق هذو ما همش ليا، وحتى الأسماء الموجودين هنا عمري ما تعاملت معهم تجاريا. نقول لك أنا محكوم عليا بالشقة، أنا عظم الشقة. ما نقطعش الياس، عندك الحق. ثم على كل حال بارك الله فيكم، هذا واجبنا. اسمح لي ذوك الروح نقول لك بقى على خير وربي يعاونكم ان شاء الله. سلامة الحاتم، واذا كاشكاش جديد رانا نتصلوا بك ان شاء الله. ان شاء الله يقولوا باللي عمر الشاقي باقي، وانا شاقي وباقي، انا شاقي وباقي. هاكي هذا الدوسي ديري ليه في ديسكات وديريه وحدو. اسمح لي سي مراد، نحبس الخدمة هذه ولا نكملها؟ لا 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 كمليها. قولي لي عجبك شوية الحال يا كنزة؟ كنزة اسم الشباب هذا، نسجلو في راسي هكذا باش ما نزيدش ننسى. سي رابح. نعم تفضل تفضل. جوز هذه الدخله تاع الفيلا تاعي، تقدروا تعملوا في زيتها؟ تفضلوا خذوا راحتكم. يلا جوز اخويا جوز. طلقني يا بابا طلقني، ورماني للزنقة انا ولادي. ما عندوش حق باش يحوزك من الدار، نهار جاي يتزوج بيك كان يحلل، ودوك يشبع دراهم تفرعن. ما تخرجيش من الدار، هو اللي لازم يخرج ماشي انت. واش من دار ياك الفيلا باعها؟ باع الفيلا هذا قافز يا كيفاش هذا باع الفيلا وانتي خرجتي هكذا نورمال؟ واش حبيتني ندير له بابا؟ هذا قعدتي انت اللي سقتي فيه، انا من الاول ما كنتش قابل بزواجك معاه، السيد كان متزوج وجاب بنته معاه. ايه ما تتمرتو قلت نربح حسنه كي ربي هذيك اليتيمه. ها هي الحسنه تاعك، في الاخر خلى معاه بنته وانتي ولادك رماكم برا باش تحصلوا في راسي. بالعقل على صحتك عليه يا اختي، قلقتيه بزاف عليك، كي تكونوا في العاز ما تعرفوش باباكم. بابا وين حبيتني نروح انا ولادي؟
انا كبرتكم وتعبت عليكم انت وخوك، ودرك راني حاب نعيش في الهنا. انا ما قدرتش لولادكم. سليم حنون، قولي له انت يا بالك ياخذ لك الراي. واش تحبي نقول له؟ الراي رايو، تعرفي باباك. اسمعي انت مراه وانا مراه، نفهموا بعضنا، وعلى بالي بلي كلامك يسمعني. واش راكي حابه نقول له؟ نقول له بلي حبيتي انت ولادك تسكنوا هنا في الفيلا. يا اخي سمعتي جوابه؟ واش راكي حابه نقول له؟ شوفي يا بنت الناس، باباك راهو مريض، الزعاف كمل له. يا سيدي قنعيه، يخليني شيامات برك ما بيت نصيب حل. اذا شيامات ما كاش اللي راح يحاوز ولادو، حكايتها دفتي عند باباك. بصح ما قلتي ليش شحال من يامات؟ باش ما نخلعكش ما اقول لك الشهر. قس ما صيب روحي، هذا ما كان شهر بزاف على باباك. بصح معليش يستحمل، راكي بنته. يا وحد الهية يا السمية، هذا وين كنتي تقولي هو اللي قرر؟ ودرك وليتي انتي اللي تقرري في الاخر. نشوفوا شكون يقرر، انتي ولا انا؟ سمحوا لي يا جماعة، انا من رايي ندخلوا ديركت هما في الموضوع باش ما نضيعوش الوقت. واش عليه؟ على كل حال الفيلا راكم شفتوها. صح شفناها، عجبتنا. باقي انت سي عمر، شحال راك طالب فيها؟ ما قالكش سي جمال، سما على بالو بها. وشنو نقدر نساعدك؟ على خاطر راني مزروب نقدر نقص شويه، ماشي بزاف. اسمح لي سي عمر، الا بالسما اللي قلتها لسي جمال رانا بعد بزاف بزاف. شوف خاوتها تباعوا اكثر من السما اللي قلت له عليها لسي جمال. اسمح لي سي فوزي، معرفة خير. شوف سي فوزي، نعم. السي عمر إنسان معرفة، نعرفوه مليح. صح راه مزروف في البيعة تاعو، مي أنا من رأيي لو كان السي عمر أنت تنقص شوية في البري، وأنت تزيد طلع شوية، وراح تطيحوا في المفيد. يعطيك الصحة، هذا كلام صواب. شوفوا كيفاش تساعدوا مع بعضكم. تساعدوا مع بعضكم. شوف سي عمر، اللي نقدر نزيدو أنا مليار، با بلوس. سنتيم ما نقدر نزيدو فوقه. مليار؟ راك بعيد بزاف، ما تخرجش عليا. الله غالب. ماذا بلا ما نوصيك يا وليدي، نسيمة هي مم عيني، ما يخفاكش بلي الكبير دائما هو العزيز تاع الوالدين. كونك مهني يا عمي مقران، نسيمة ما تعديكم غير باش نحلوهاش، وانا راني وعدت ربي باش نبدا حياة جديدة. ان شاء الله ان شاء الله. هلا في روحك، ولا زحفك بو علام ما تعانديش. بقاو على خير وسلموا عليك نزاو طيب. ما عندك ما تقلقيش روحك، عزي روحك يعزوك. سلمي على عجوزتك وتهلاي في وليداتك. وقتاش تزورينا؟ استنى ينسخن داري قبل ومن بعد نشوف. راكم رايحين على جدو؟ ها خليوني نتوحشكم. انا مقران. لا لا ناسي ما راهي طولت. يقولوها لنا الزمان واش يخرج العروسه من دار باباها. راكي رايحه تخلينا الوحش. على خير. سامحيني يا بنتي، والحمد لله ان شاء الله تروحي بخير وترجعي لينا بخير. الله يفي روحك. صافية طويشي يا حنت وحش طويشي كهبال، وتهلاي في وليدك. يسلمك هيبقوا على خير، سلموا عليهم. بصح بالك على القراية تاع الطفلة. متهني يا عمي مقران، منين ندخلوا للدار نسجلها في المسجد قريب للدار. قلت لكم خليوها تكمل القراية تاعها بالأقل هذا العام عندي. بصح هكذا باش توالف. هاي جات. ها على خير بابا، وحاضر على روحك، وما تنساش تشرب الدواء تاعك في الوقت نتاعو. ما تخافيش، بصح انت يا تهلاي في وليداتك وتهلاي في راجلك وتهلاي في روحك. ها هيا روحوا بسلام. بسلامة. على خير. على خير عمي مقران. بسلامة.
الو بابا، مس الخير. مس الخير يا بنتي. قول لي واش درت بوست بوليس؟ ماشي نتاعي الكواغط. وين راكي؟ انا راني في الجامعه، دوك نزيد شويه ونروح. راهي تجي يديك نبيل؟ لا ايه بابا، ويجي لعندي نبيل. ايه اتها الله يفي روحك يا بنتي، وما تتقلقيش بزاف. صحة بابا، ما لبقى على خير. طمعونا باطل. انا قلت المشكل خلاص فراء. حتى انا طمعت يا سميرة اختي، قلت بالك كل شيء حيرجع كما كان. بصح خساره، اللي راح عمره ما يولي. هذا مكتوب ربي، والانسان ما عليه غير يصبر. بابا سقساني في التليفون، قال لي ويلا نبيلة ويجي يجيبني الجامعه. ما عرفتش واش نقول له. واش قلت له؟ سنغمل نقول له راهو يجيبني ويردني للدار. زيد له هم على همو سميرة. تقلقش روحك، بالعقل برك. مانا لي يا بنتي، روحي جيبي لي قهوة، راسي راهو رايح ينشق عليا. علاه ماشي الفطور تاعك؟ يا اخي تعرفيني كي ما نشربش قهوتي ما نكونش مليحة. كيما تحبي، دوك نروح نجيب لك قهوة. منال، على بالك باللي هذه هي المرة الأولى في حياتي اللي نشوف فيها ان سكانير؟ على حسب اللي دات لك سكانير، ما عندكش حاجة كبيرة. المهم كي الطبيب يشوفو يقول لي واش عندي. هي قالت لي بعد يومين روحي تدي لي ريزولتا. خي خير يشوفوا ويكتبوا، مانيش عارفه علاش يطولوا هكذايا. ما تقلقيش راحت بابا، واش نهار ولا يومين ما داو ما جابوا. صبري صبري. اللي راه مقلقني ليه ما رحتيش لقرايتك اليوم يا منال؟ ماما مازالها تشوفني طفله صغيره، في بالها مازال نقرا في الثانوي. يا روحي 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 جيبي لي قهوه يا بنتي، روحي نجيبها لك. راني في الفيلا تاع جدي، وين حبيتيني نروح؟ وانت راكي بعيده؟ راني قريب نلحق، زوج دقائق نكون عند وليدي. يا اخي على بالك بلي هذا الوقت نسحق الطوموبيل؟ يا خفي روحك. راني ما جا، ما تقلقش دوك نلحق. حنوني كل ما يلحق هذا الوقت يحكمك القلق. يا درا واش كاين انت؟ بلعي فمك وماك ما دخلك. بصح انا اختك، لازم نعرف واش قلقك. راكي تدخلي روحك في شوفه اللي خاطيك. كاش نهار مع البيش واش ندير لك؟ كيفاش خاطيني انا اللي نخطب لخويا وندي الطباق ويقولوا هاد الخط العريس؟ نبلعي فمك، سكتينا. شتي نسيمة واش نسات؟ واش نسات؟ نسات حوايج بنتها اللي كانوا منشورين ما داتهمش. علاش خلاب وعلم تنفس جد دقيقه داها؟ بصح كون وجدت روحها قبل ما يجي يديها راجلها. والله هذوك الدراري هذوك خلاو لنا الوحش. قلت له البوعلم خلي الولد عندنا يكمل قرايته، ما حبش حشمني، قال لك يديه معاه باش يوالف. لو كان محمد والله ما يقول لك لا، محمد عاقل. يرحم والديك سكتينا، كل ما زوج محمد. احنا ما جينا نردوها لدارها بالسيف ونزيدوا نشرطوا على الراجل اللي خلينا ولاده. ماناش نشرطوا عليه، قلنا له بلي الدراري خلاو لنا الوحش، كانوا مزهيين الدار. ولاد البنت ما يدوموش، حبيت الدراري زوج وليدك. ياك خطبنا له وفتحنا، ايوا المكتوب ما كتبش. هي دارت رايها وطيبها النهار بمنها، وانتوما مازال راكو تهضروا عليها.
وعلاش كاين غير هي في الدنيا؟ راهم بنات الفاميليا غير هما. شوفوا هاد اليامات غير ما كان لا نهضروا على الزواج. علاه ما نهضرولوش هادو اليامات على الزواج؟ يا اخي كل شيء راه واجد، ردت له كاع الجهاز ونجيبوا وحده اخرى وفرت. انت يا عندك كل سهل، ما رانيش نقول لك اذا كان حنا رانا واجدين ولا لا، لا راني نهضر لك على الولد. الولد راه بحر عقله من نهار اللي راه يخططوا هذه نوال. سمعتي؟ رجع ما ياكل ما يهضر كيما عوايده يا درا. واش راه مالك قلبه حتى في الليل يبات يهتف بها؟ ما قدرتش ناخذ موقف نديهم لابوليس، خفت من الكيستيون تاعهم. نرجعهم للسيد، خفت يباصيني كي بقيت عليه. نرجعهم ونصبح نادم ونعضي يديا. الأمانة ثقيلة، يلزم لي واحد اللي نشاوره، أنا وحدي ما قدرتش. أختي كنزة وخالد هادو هما صحابي في هاد الدنيا. كنزة قارية ومثقفة ملي كنا صغار وحنا متمسكين ومتقاربين، عطاها ربي عقل رزين. خالد صاحبي تاع الصغر مضنا كيف كيف، يعرف مليح أسرار الحياة، عنده معلومات في كل حاجة. واش طيب عندك ساعة من اللي قاريتها؟ وقيلاك راح تبات في الطونوبيلة. أنا معاك طيب. أنا قلت نستعفى شوية ونطلع. وقيلا راك في أحلام اليقظة. واش من الأحلام يا رجل؟ عندي ساعة وأنا نغزر فيك، شفتك رايح بيد غايص تقوشي غرقولك البابورات. انت واختي كنزة رايحين تهبلوني. نوال قالت كلمة مساتني في يامات الزينين اللي كنت معاه، حكاية وخلصت. قلت بتشكا ديالك وغدوة ما تنساش تجي دير تشكا للشيخ. قلت لك وقيل حسبتني في الرملية. أنا حبيت ولي طبيب وقيل. أنا نشوف ماني. أرجع لعقلك. بابا أروح تعشرة وبرد. أنا جاي يا بنتي أنا جاي دقيقة. يا ربي بسم الله بسم الله. يدك منين يا بشرى؟ يعيش كيف بابا. اسمعي، واش هاد اللي فريت قدامي بعدا؟ ياك تعرفي كي نشوفهم كنت مهني يا بابا، هادي المرة الأخرى تشوفهم في الطابلة. شويه برك بابا راك مريض ما تنساش. هادي برك ها. بابا دوا تاعك شربتو؟ والله غير نسيتو. واش عليه نشربو من بعد؟ ياك الطبيب قال لك قبل الماكله. هي من عقاب بنتي يا بشرى. وهي بابا راك بديت تهاون في دبك. صح صح. هات شرب هاك. شوف
بسم الله. الحمد لله رب العالمين. مشفى عليك ان شاء الله بابا. يعيشك يا بنتي. ان شاء الله الفيلا تجيب لنا قيمتها يا رب. بصح بابا علي ما تشوفش اجونس واحده اخرى بالك تحفظ السوما اللي راك حبها. هذيك اللي راني نخمم على خاطر قالوا لي بلي سومتهم قلوا طاحت قيمتهم، وانا ماذا بيا نبيع من نشري من. وي ان شاء الله. بصح لو كان غير تسيب شويه قدام الجامعه مي ولا ما صبتش واش عليه بابا؟ ما يكون الا خاطرك يا بنتي، على خاطر بقيتي انت واقفه في كتافي، والله ما نخيب ظنك. وشنو ماذا بيا العنوان تاع السكنان ما تمديه لحتى واحد، هكذا ما يوجعنيش قلبي اذا تلاقيت مع هذوك اللي خانوني وخذلوني. ان شاء الله تصيب برك يا بابا هذا ما كان. ان شاء الله يا بنتي ان شاء الله. فريدة شفتيها كي راحت؟ كي رحت صباح الجامعة شفتها تخرج في القش مع نبيل. عندها مدات اللي ادالك خبالك يا بابا هكذا ولا اكثر. شكون يجينا هذا الوقت؟ راح نشوف. هذي انتي واش حبيتي؟ سحقيتك في زوج كلمات وبيناتنا بابا. راني في الكوزينة إلا سحقيتني عيط لي. ياك شي حبيتي هديتي، ما عندك حتى هضرة معايا. لا لا عندي على واش نهضر معاك. هيا زرعين بت قولي واش حبيتي تقولي. شوف عمر المكتوب خلاص بيناتنا. هذا على بالي به وعلى بالك تاني بلي الولاد خيروا يعيشوا معايا، وهذه مسؤوليه كبيره انا ما نقدر لهاش وحدي. مسؤوليه كبيره. هيا قولي واش حبيتي تقولي. ماذا بيا تمد لنا شويه دراهم مادام راح تبيع الفيلا باش ندير تاوي لولادك. اسمعي يا مدام، اللي يحب التاويل يجي يعيش مع باباه في لابارتومون. انا هذه ما نديرهاش في بلاستيك. هما خيروا يعيشوا معي ما وانت حاب تسيف عليهم. انا عمري ما سيفت على واحد. صح صح خلينا هذا كامل زياده. هذ ولادك عطيلهم حويجه سبحان الله باش يتفكروك بالخير. ما نحب حتى واحد يتفكرني بالخير. هذا كامل الغلطه منك. هم مساكن ضحية، أنت اللي أثرتي عليهم، تبعوك ملا يتحملوا مسؤوليتهم. يا كرام كبار كما قلتي ولا نسيتي؟ راني نشوف بلي ما راكش حاب تفهم بالعقل. راكي تهدي فيا ولا واش؟ مانيش نهدد فيك. إيه ملا واشنو؟ راني نحذر فيك، إذا ما عطيتنيش ال 500 مليون كي تبيع الفيلا رايحة ندير لك مشكل مع جميع واحد يجي يشريها. وانتي انتي ماكيش انسان انتي. انا كنت غلط فيك، انتي شيطان، انتي غداره نكاره. قول عليا واش تحب. انا ام ومن واجبي نكون واقفه مع حق ولادي. حق ولادك في الواجب الاخلاقي في التربيه، هذا هو حق ولادك. تقول لك عندك ما تديري. ندير وندير وندير. ندير يا سي عمر على جال ولادي. بابا عطيها واش تحب وتهنى من بلاها. هي خرج عليها. سهلة. خذ راي بنتك العاقلة الفاهمة القارية. خرج عليها.
ما نحبش نزيد نشوف خليقتك قدامي ونهار نبيع الفيلة اللي راكي تقولي عليها أرواحي تدي درهمك. من كاين ناس كيما انتي في هالدنيا هالدنيا تكون حلوة مقبولة منك يا الحلوة، وانت كي راك تقولي أرواحي تدي درهمي شكون يضمن لي ضمانة؟ وكيلا حسبتي بابا خداكي ما بشرى. اسمعي راكي قرعتيها بالعيف امك، حتى انتي قادري روحك راكي تهضري مع بابا. راني نهضر مع راجلي، حبيتي تقولي اللي كان راجلك؟ اللي كان راجلي وتلقني. واش حبيتي تهضري مع اللي تلقك؟ حبيت نقول لك باللي راني واقفه على حق ولادي حتى الاخر. هي بركات بركات من حق ولادي هذه، ونزيد نقول لك يزيك من الشنطاج، بركات من التهديد، ودخلي في لب الموضوع. يلا لب الموضوع غدوة الصباح نروحوا عند النوتير تسينيلي على وريقان تاع 500 مليون. معناها اعتراف بدين، يعني ركونيسونس دو دات، هذا واش حبيتي تقولي؟ هذا هو الثقة في الوثيقة. خرجي عليا، خرجي من داري. كما قلت لك انت شيطان، انت خاينة غدارة، خرجي من داري. خلاص بابا هدن روحك، سنين هذا تهنى منها بوغ دو بون. طعنتيني في كرامتي، جرحتي عواطفي، غدوة ان شاء الله نتلاقاو عند النوتير. وما تنساش تسيني لي على ورقة الطلاق. ورقة الطلاق نسنيها بعشر صباعتين، هكذا ما نزيدش نشوف وجهك في المحاكم يا واحد المكارة. هنيتني، درك تخرجي عليا ولا لا؟ خرجي من داري.